اختتمت في العاصمة الأردنية عمان فعاليات سباق الهجن السنوي بمشاركة نحو 300 جمل، وانطلقت الجمال صوب خط النهاية عبر مسار قدر بطول 5 كيلومتر، بينما انشغل أصحاب هذه الجمال بالهتاف لغرض تحفيزها على الركض. وفي دورة هذا العام شهد هذا السباق تحولا كبيرا تمثل باستبدال قائدي تلك الجمال بأجهزة آلية تعمل بكنترول ليتيح لهم التواصل مع حيواناتهم أثناء السباق. ولم تقتصر مشاركة المتنافسين على الرغبة بالفوز بالجائزة المالية للسباق فحسب، وإنما من أجل الفوز بفرصة لزيادة أسعار الإبل المشاركة.